مع انتهاء مهلة المحتجين العراقيين للاستجابة لمطالبهم، قوات الأمن تفاجئهم بمحاولة فض اعتصام ساحة التحرير وسط بغداد. محتجون يحرقون مقر حركة الوفاء في مدينة الكوفة بمحافظة النجف جنوبي العراق. مشاورات مكثفة لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، ومقتدى الصدر يدعو لاحترام مطالب المتظاهرين هناك. ماذا بعد انتهاء مهلة تصعيد الاحتجاجات ومهاجمة المحتجين في ساحة التحرير؟ في استوديو التاسعة مع علاء الصالح. نحو 5 شهداء خلال الساعات الماضية في العراق، حيث عادت التظاهرات وعادت الانتفاضة لتشتعل من جديد تحت وطأة الفساد والمماطلة والتسويف وتمسك السلطة بكراسيها. رموز السلطة ما زالوا يتمسكون بكراسيهم. المتظاهرون مصرون على المضي بثورتهم وشعارهم ماكو دوام حتى يرجع لنا الوطن. في ظل كل هذه التطورات وهذه العودة، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس تحالف البناء هادي العامري مسألة حسم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بالتزامن مع تصعيد المتظاهرين لانتفاضتهم بعد انتهاء مهلتهم الممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم. المنافسة محصورة كما يبدو بين 3 مرشحين، هم علي علاوي وعلي الشكري ومحمد الكاظمي. مش مهم، المهم أن قطع الطرقات وحرق الإطارات ممنوع، حرام. أما قتل المتظاهرين فمسموح مسموح مسموح في عراقنا المكلوم. أهلا بكم في استديو التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور ناصر دريد، أهلا ومرحبا بك معنا ضيفا عزيزا كالعادة في استديو التاسعة. عاد زخم التظاهرات بقوة، لكن للأسف عاد القتل أيضا. ما هو العنوان في العراق اليوم؟ السباق المحموم قبل الجمعة القادمة، من الذي يثبت نفسه على الأرض ويستطيع أن يستمر؟ الجمعة القادمة موعد دعوة للتظاهرة المليونية اللي ضد الوجود الأمريكي، مقتدى للأسف الشديد. نعم. طيب، سأفهم منك أكثر خلال الحلقة سر هذا الربط، ونفصل في كل ما يجري معكم مع المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. حديثنا عراقي معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من استديو التاسعة مع ضيفنا أستاذ العلوم السياسية دكتور ناصر دريد. نبدأ معه الحوار والنقاش بعد متابعة هذا التقرير. غدرا وفي آخر الليل فوجئ العراقيون المعتصمون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بهجوم شنته قوات الأمن بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع لفض اعتصامهم بالقوة، ما أدى إلى وقوع قتلى وسقوط عدد من الجرحى بين صفوف المحتجين. وأمام تلك المحاولة أطلق ناشطون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة المعتصمين في ساحة التحرير. وبعد محاولات استمرت لنحو الساعة قال نشطاء إن القوات تراجعت
وباتت تتمركز في محطة وقود الكيلاني القريبة من المعتصمين. وقبل هذا القرار بفضل اعتصام، كان العراقيون في طور التحضير لاحتجاجات جديدة ضد الحكومة مع انتهاء مهلة حددها المحتجون للنخبة السياسية لتكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. جنوبا حيث مدينة الناصرية، توافد مئات المحتجين لساحة الحبوب وسط المدينة، وقطع متظاهرون طرقا وجسورا رئيسية بالمدينة التي استمر فيها إغلاق المؤسسات الحكومية والتعليمية، كما توعد متظاهرون بقطع الطريق السريع الذي يربط بغداد بمدينة البصرة الجنوبية مرورا بمحافظة ذقار في حال وصلت الحكومة والكتل السياسية إهمال مطالبهم. وبعد مرور ما يقارب 4 أشهر على بدء الانتفاضة العراقية، لم يتم الاستجابة بعد لمطالب المتظاهرين وتنفيذ أي من الوعود التي تم قطعها لهم، سواء من الأحزاب أو من مجلس النواب. فماذا بعد مهاجمة قوات الأمن المحتجين في ساحة التحرير؟ هل تدخل البلاد في مرحلة جديدة من الصراع وتتجه نحو السير للمجهول؟ أم أن السلطات ستستجيب لمطالب المحتجين؟ تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام. نعود ونرحب بضيفنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور ناصر دريد. دكتور ناصر، عودة قوية للتظاهرات للانتفاضة في العراق، عادت الحياة لها رغم كل التحديات، رغم اغتيال قاسم سليماني، رغم ربما الإرادة من هنا وهناك للقول بأنه هذه الصفحة طويت، صفحة التظاهرات من خلال هذا الاغتيال، والتف الناس حول توجه معين. الآن أثبت العراقيون بأن الصورة لا مختلفة تماما. كيف تصف هذه العودة القوية، عودة الشباب للتظاهر بهذه الصورة خلال الساعات القليلة الماضية؟ يعني من اليوم صباحا وقصيدة الراحل أحمد فؤاد نجم شاعر المصري المشهور، رجعوا التلامذة، رجعوا ورد الجناين، تلح على ذهني وأنا أشوف المنظر، أنه يعني النكسة التي تمثلت بمقتل قاسم سليماني، أنا أسميها نكسة حقيقة، واللي قام بها ترامب، استوعبتها المظاهرات من جديد، استوعبتها جماهيرنا من جديد، ورجعت مرة ثانية، رجعت حقيقة ليس من اليوم، رجعت من أمس، رجعت من النجف. النجف كان أول مرة رجعتنا إلى أجواء التظاهرات بحرق مقر حزب الله وبحرق صور سليماني من جديد وصور المهندس من جديد وصور آخرين. ثم عادت بقية السوح، عادت البصرة وعادت الديوانية وعادت السماوة وعادت أخيرا بغداد بهذا السخط وبهذا الغضب وبهذا، لكي نقول مرة ثانية أنه إحنا ما زلنا باقين برغم كل شيء، نحن باقين. بذكرك للبصرة، يبدو في مواجهات عنيفة هذه الليلة هذا المساء في البصرة عند تقاطع الكزيزية القزيزة مدخل البصرة من جهة العمارة، والقزيزة منطقة فقيرة متقعة بالفقر. أنا أذكر القزيزة تماما لأنه زوج خالتي الله يرحمه كان من ذيك المنطقة، ومرة رحنا عزينا في فاتحة وهالنا منظر الفقر، كان هذا الحكي أيام صدام يعني. فليس مستغربا أبدا أن تنشأ من القزيزة ومن مناطق البصرة الأخرى الموفقية، الطويسة، كل المناطق الفقيرة في البصرة هذه، 5 ميل، الحيانية، هذه المناطق البائسة في واحدة من أغنى مدن العالم، البصرة والمحافظة واحدة من أغنى مناطق العالم بالنفط وثرواتها وإلى آخره، عملت بهذا التهميش وبهذا الرفض وبهذا الفقر والبؤس، رغم أنها هي سبب 80% من ثروة العراق و100% من ثروة هؤلاء الأسافل اللي يسمون أنفسهم ساسة، لم يلتفت أحد إليهم حتى إلى وضع ماء صالح للشرب في هذه المدينة اللي تذكر حضرتك المأساة اللي عانتها قبل سنة مع المياه والتسمم الهائل اللي حصل فيها وإلى آخره. البصرة هذا البؤسة من أيام صدام حسين وحتى الآن. فبالتالي ليس مستغربا أبدا أن تكون القزيزة وبقية مناطق البصرة البائسة هي مرتع لأول الانتفاضة وبداية الانتفاضة وعودتها الميمونة إن شاء الله.
والعودة إلى مدن عدة، يعني ليس فقط في العاصمة. نعم. نتكلم عن البصرة والناصرية وغيرهما. الناصرية هي اللي أعطت الإنذار، تعرف حضرتك، أعطت الإنذار صريح للنظام، مهلة، مهلة للنظام في تاريخ كذا، يا أما تثبتون وتقدمون شيء ملموس يا أما سنعود مرة ثانية. والمهلة أعطتها الناصرية لوحدها، ومحافظات العراق كلها تضامنت مع مهلة الناصرية. يعني انظر لهذا النوع من التكاتف الجميل، يعني انه مثل ما يقول الحديث النبوي، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعت لها سائر المحافظات الاخرى بالالتزام والوقوف معها، وبالتالي كانت كلمة الناصرية ملزمة للجميع، خلاص نلتزم بمهلة الناصرية ونثور عندما تلتهي مهلة الناصرية. وهذا ما حصل فعلا، البصرة والديوانية والعمارة والنجف، النجف حرقت مقر حزب الله وحرقت صور أبو قاسم سليماني من جديد من جديد، وكأنه عدنا إلى لحظة ما قبل اغتيال قاسم سليماني، وتحدي لكل الذين وقالوا في الانتفاضة. تذكر حضرتك في الكوفة هذا تحديدا، في الكوفة نعم، تذكر حضرتك في البرنامج الأخير اللي صورناه بعد البرنامج قلت لك شلع قلق شلع قلق والقايل أولها. صحيح. سألتني قلت لي دكتور شو، قلت لك اللي قال هذا الشعار هو أول من يشلع ويقلع إن شاء الله. فهذا التحدي من جانب الجماهير، لكنه ما زال موجودا ويدعو لمليونية يوم الجمعة مقتدى الصدر، سنأتي نعم. إليه وإلى دعوته. نعم. لكن حول الناصرية والذي يجري فيها، خلينا نشوف هذا المقطع دكتور ونعلق عليه، تفضلوا مشاهدينا. مشهد عودة التظاهرات مشاهدينا من الناصرية، هذا المشهد مفرح بالنسبة لك دكتور؟ جدا، يثلج القلب ويثبت أنه إحنا يعني على الطريق. وكل ما أقول في نفسي فرح ممزوج بماذا؟ بقلق، بخوف، لا أستطيع أن أكتم عنك ولا عن الناس كلها أني يعني أكاد أرتعد من ما يحصل بالجمعة القادمة، لأنه الحماقة استحكمت يعني، والمجرمين كلهم يستظلون بهذه الحماقة، كل المجرمين. أنا قبل قليل سمعت تصريح للدكتور ظافر العاني على إحدى القنوات، يقول فيه أنه يملك معلومات أن الميليشيات تنوي أن تحول الجمعة القادمة إلى مذبحة، إلى مذبحة. فلا أعرف إن كان تسريب هذه المعلومات مقصود يعني من قبل الميليشيات نفسها لكي لا يخرج أحد ويحتلهم الساحات، أعتقد أنه هذا أحد السيناريوهين المطروحين في الجمعة القادمة. أما أن يجلس المتظاهرين والمنتفضين في بيوتهم فتحتل الميليشيات الساحات بدعوى الانتفاضة ضد الوجود بس الملكي، بس واضح في جرأة عند المتظاهرين كبيرة جدا، حتى أنهم يعني مثلا أحرقوا صورة ل قاسم سليماني في الناصرية أيضا بعدما أغلقوا الشوارع وجسورا في الناصرية. خلينا نشوف هذا المقطع لأنه لافت حقيقة، تفضلوا مشاهدينا. تعال بللها بللها يلا يا بعد قلبي حرق صورة قاسم سليماني الآن من المريخ الأشرف. تعال بللها بللها يلا يا بعد قلبي حرق صورة قاسم سليماني الآن من المريخ الأشرف. هذه من الناصرية أيضا مشاهدينا الكرام،
حرق صورة لأبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. والله يا أخي أنا لا أملك الجرأة لذلك، والله لو كنت هناك لا أملك الجرأة، لأنه الموت له هيبته ومهابته، هؤلاء الناس أكثر شجاعة مني بكثير. يعني بس دكتور حتى هذا الفعل الآن ألا يستفز الميليشيات الحشد الشعبي؟ يعني رأينا مثلا هذا الملقب أبو عزرائيل في أكثر من مقطع يهدد بشكل علني المتظاهرين. نعم، يعني هو يثير جنون طهران الحقيقة، والذيول يعني بالتبعية يثار جنونها. يعني لو طهران تقول لهم اهدأوا سيهدؤون، هم ليسوا لديهم فعل أصيل بذاتهم للغضب أو لعدم الغضب. أنا قلتها وأقولها، هؤلاء الناس إمعات يتحركون بما تمليه عليه طهران، فطهران تقول لهم ثوروا واغضبوا وانفعلوا ينفعلون، تقول لهم اهدأوا يهدؤون. والدليل ما حصل بالنسبة للرد الأمريكي، سنرد على أمريكا سندمر إلى آخره، لم يكن هناك رد. طهران قالت لا يوجد رد عسكري. خلينا نحكي بصراحة، يعني من يفعل هذا يحرق هذه الصور هو يواجه الموت. نعم نعم، بكل تأكيد، بكل لحظة. كما قلت أنت قبل قليل، 5 اليوم استشهدوا، كل واحد يخرج من بيته هو يضع نصب عينه أن يموت. أبدا ليس هناك إنسان أكثر شجاعة من غيره وبالتالي هو مات أبدا. وقبل يومين قتل قصاب، يعني قصاب في الحلة ناشط، مجرد ليس طالبا، ليس مثقفا، ليس صحفيا، ليس رئيس منظمة، ليس إلى آخره، مجرد قصاب له يبدو كان صوت مسموع بين منطقته وبين مدينته وبين أهله، تم اغتياله قتله. كل واحد فيهم مشروع شهادة واستشهاد، يدرك هذا، يعرفه هو ويعرف أهله بذلك، يودعوه صباحا ذاهب إلى الموت أعزل من أي سلاح إلا من حب هذا الوطن والرغبة بأن لا يعود لوحده. وبالتالي كلهم يعرف هذا الموضوع ويحرقون الصور ويحرقون. أنا لا أقول ذلك يعني جرأة وشجاعة لأنه يواجهون الموت، لا، هذه منتهي من عندها، هذه منتهي من عندها، إنما جرأة وشجاعة في مواجهة يعني هذه المفاهيم التقليدية في داخلنا، إنه هذا مرحوم وميت مهما كان لا يجوز الإساءة له. هذا اللي أقصده بالشجاعة. أنا لا أملك هذه الشجاعة أن أسيء إلى ذكرى ميت مثلا، هم أكثر شجاعة مني، أساءوا لذكرى مجرم وقالوا هذا مجرم وهذه صورته حرقناها من جديد، وكأنه عدنا إلى لحظة قبل إجرامه، قبل موت عفوا. فبالتالي هؤلاء الناس يملكون صفات حقيقة تتجاوزنا، إحنا تتجاوز جيننا ومفاهيمنا العتيقة والبالية وإلى آخره. هم فعلا ثورة حقيقية بأنفسهم. والموضوع لم يتوقف عند الصور، بل أيضا تجدد ليحرق المتظاهرون مقار بعض الأحزاب والميليشيات. تم في مدينة الكوفة هذا الأمر عندما أحرق مقر حركة الوفاء. خلينا أيضا لو سمحت لي دكتور نشوف هذا المقطع، تفضل مشاهدينا. حرق مقر حركة الوفاء في قضاء الكوفة. وين هذا اليد الشرطي؟ وين الساحة؟ يوم الأحد. دقيلة خلي يطفيها. تم حرق حركة الوفاء في الكوفة الساعة 1 ظهرا من اليوم الأحد. تابعنا معكم إذن مشاهدين هذا المقطع لحرق مقر حركة الوفاء، التابع للنائب عدنان الزرفي. دكتور هذا نعم، كان الحركة النائب، وهذا رجل طبعا حضرتك تعرف ملف ما يسمى برفحة أو سامع به، يمكن مخيم رفحة، هو أحد الرفحاويين المشاهير وواحد من أصحاب، هو مع حزب الدعوة، هو في الأصل حزب الدعوة، ثم كلهم كانوا من حزب الدعوة ثم تفرقوا عنه. وهو واحد من أساطين الفساد في النجف، واحد من رموز الفساد في النجف، يغط ويطلع، يغط ويطلع، ويبقى على شبكة الإخطبوطية في التعامل والبقاء وإلى آخره. مؤخرا حاول أن يركب الموجة من المتظاهرين، أعتقد كان الرد من المتظاهرين واضح وجميل ومباشر لكل من يحاول أن يركب موجتهم، وهذه نتيجته. هذه ردة فعل من المتظاهرين. نعم بالتأكيد. وأيضا أحرق في النجف مقر حزب الله، زين، وهذه أمس أعتقد كانت مقر حرق مقر حزب الله، وأيضا هذا كان رد مباشر لأنه رفعت صور، بالإضافة إلى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، رفعت صور عماد مغنية في قلب بغداد.
يعني كان، لكن سيقولون لك دكتور انه هذا نوع من اعمال الشغب وحرق لمقار مدنية وحزبية. نعم. هذا شغب دكتور. نعم. ولو كان مقار مدنية هذا اعتداء وحزبية، حتى بالنسبة لإحراق صور أموات مثلا. نعم. ورموز عند قسم آخر من العراقيين أو حتى من الإيرانيين. هو لو كانوا رموز عند العراقيين ما تجرأ أحد على حرق أكيد. يعني هسه إحنا نختلف الآن حول مقتدى وسياسته، لكن مقتدى هو يمثل رمز لقطاع معين من العراقيين. هؤلاء لا يمثلون رمز لأي شيء، يعني لا يوجد لهم أتباع حقيقيين يؤمنون بهم، لديهم أتباع مشترين يدافعون عنهم بحكم الولاء والشراء وإلى آخره. فلهذا أحرقوها بكل بساطة العراقيين دون أن يفكروا للحظة. لو كانت هذه أحزاب مدنية قامت بدورها المدني في بلد ديمقراطي كما يفترض خلال العقد السابق لما كانت أحرقت على هذا الأرض، لما كانت الناس الآن كفرت بكلمة أحزاب إلى الدرجة اللي إحنا بدينا نوعي على مستوى العلوم السياسية أنه يا أخوان لا يوجد ديمقراطية بلا أحزاب، أنتم ترفضون هذه الأحزاب وليس كل أحزاب. قالوا لا، نحن نكره كلمة أحزاب، كلمة أحزاب صار يكرهها العراقيين. فبالتالي هذا ليس شغبا، هذا تعبير واضح عن النتائج التي توصل إليها العراقيين بعد عقد أو أكثر من حكم هؤلاء، عقد ونصف تقريبا من حكم هذه السلطة الطاغية، المجموعة الفاسدة، العصابة، المافيا التي تحكمنا باسم الأحزاب للأسف الشديد. وفي مفارقة هنا مستفزة دكتور حقيقة، يعني لو سلمنا طبعا بأنه حرق هذه المقار أمر مرفوض وممنوع ومدان، بتلاقي يعني الآن يعتقل مثلا شباب متهمين بقطع طرقات، بحرق إطارات، أنه هذا الأمر ممنوع أو حرام إذا ما تحدث يعني معمم هنا أو هناك. أما قتل الناس، قتل المتظاهرين، قتل الناشطين، شو؟ لا لا، هو محلل وموجود، ويعني الكل تتبع المذهب التطنيش. يعني المطنش الأكبر اللي هو رئيس حكومتنا العظيم، صورته الآن تظهر على الشاشة، آخر من يعلم، آخر من يتكلم، آخر من يعترف بهذا الموضوع، رغم مسؤوليته المباشرة الأدبية والقانونية والسياسية والدستورية عن كل دم يراق لمتظاهر في الشارع. مع ذلك هو يبلغ من حجم السفالة والدناءة إلى الدرجة التي يقول لك فيها أنه مخالفة للدستور عندما تقطع طريق أو تمنع دوام، مخالفة للدستور، لكنه لا يقول مخالفة للدستور قتل البشر العزل بهذا الشكل المجرم الحقير دون أن يفكر باتخاذ حتى ولو إجراء بسيط من قبيل التحقيق. لكنك تصفه بالسافل والدنيء العادل عبد المهدي. نعم نعم، هو هكذا فعلا، وكل الطبقة السياسية التي ترتضي لنفسها أن تكون خلف هذه القرارات، وأولها المؤسسة الأمنية وقياداتها، منهم خلف المتخلف الذي يقف بهذا الموضوع ويبرر هذه القضية ويخرج لكي يبررها دائما، كلهم يستحقون هذه الأوصاف وأكثر منها، هم مجرمين قتلة يستحقون المحاكمات، يستحقون الجلوس خلف القضبان بانتظار محاكمتهم، وهذا ما سيحدث في يوم ما لابد. إذا لم يحدث في محاكمة حقيقية فهو حدث فعلا في محاكمة تاريخية لهم. فبالتالي هؤلاء يتساءل المشاهد الآن لماذا الدكتور يستخدم هذه الصفات، لأن المشهد ربما دموي ومحزن ومفجع، والاستهداف ما زال من قبل مطلقي النار كانوا من الأجهزة الأمنية أو الميليشيات باتجاه الرأس. نعم، باتجاه العنق. هم يستحقون هذه الصفات حتى قبل الانتفاضة بسبب دورهم في سرقة وتحطيم وتدمير الدولة التي يحكموها، فما بالك بعد الجرائم التي حصلت خلال الانتفاضة اللي حضرتك ذكرتها، من موضوع استهداف مباشر وخطف. الآن استهداف كان يتم من خلال بعد، يقول بأنه والله أنا ما نعرف نضرب صارت عفوا، الآن هناك عمليات خطف وقتل يوميا للمنتفضين، بل لرؤوس الانتفاضة وللناشطين فيها وللفاعلين فيها ولكل صاحب رأي بشكل يومي. يوميا عندما تنفض الانتفاضة في السوح هناك أطراف ملثمين قتل مأجورين معروفين من قبل كل مؤسسات الدولة يستهدفون نشطائنا وأبطالنا ويقتلوهم في، ومنهم الناشط عباس الكوخي. دكتور ناصر خلينا نشوف لحظة إصابة الناشط الكوخي في بغداد بطلق ناري في عنقه، ونلفت عنايتكم مشاهدينا أن هذا المقطع مؤثر نتابعه معا، تفضلوا.
وخر يا ولد. خلينا نكتفي بهذا القدر إذا مشاهدينا. هذا مقطع للحظة إصابة الناشط عباس الكوخي بطلق ناري في عنقه ببغداد. عاد الاستهداف للأعناق وللرؤوس دكتور. طبعا الشهيد عباس الكوخي هذه ليست أول مرة يستهدف، سبق أن استهدف لكن جت في قدمه المرة الثانية. هذه المرة لم تخطئه الرصاصة ولم يعني قرر قاتليه أن لا يتركوا للحظ أي فرصة في هذا الموضوع، فضربوه برصاص حي هذه المرة وليس بغاز مسيل الدموع أو إلى آخره. واستشهد الكوخي، واستشهد قبل صمد، واستشهد الكثير من أبنائنا وشبابنا. ولكن سيبقى يعني هذا الوطن بالملايين وليس بعشرات ولا بمئات ولا بألوف. والسلطات مصرة أنه ما في استهداف. نعم. بالرصاص الحي. نعم. رصاص مطاطي على الأرجل. نعم. حتى تعرف عندما أقول لك أنهم أوغاد كيف يستحقون هذه التسمية عن جدارة وعن استحقاق. ويظهر عادل عبد المهدي كعادته هادئا يعطي الإرشادات والنصائح والتوجيهات. وخلينا نشوفه في هذا المقطع قبل خمسة أيام كيف ظهر جامع الوزراء والمحافظين. لا بل والآن يطالب بعودته باستمراره بالسلطة. الآن أصبح لديه الشجاعة بعد مقتل قاسم سليماني لكي يقول ابقوني. لا، هذه الفكرة الخارقة الحارقة الآن سنتحدث عنها، إعادة تسمية عادل عبد المهدي. تفضل مشاهدينا. الأوضاع العامة بالبلد، الأوضاع صعبة لكن غير مستحيلة. الأوضاع بها تعقيدات كثيرة متداخلة، سواء الصراعات الدولية إيران وأمريكا. هذا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي استقال تحت وطأة التظاهرات والانتفاضة العراقية، ووصفته دكتور، وطبعا أنت تحمل مسؤولية وصفه بالسافل وبماذا أيضا لا أدري، دنيء قميء، لا أعرف والله، لا أذكر المسلسل الشتائم الذي يستحق هذا الرجل على مقعد الآن. طبعا أنت تحمل مسؤولية هذا الوصف. نعم. بأي صورة يحاول أن يظهر هنا عبد المهدي؟ يعني هو طبعا كما قلت بكل برود وبكل لؤم يعني وخبث يحاول أن يظهر بمظهر الموضوعي والهادئ وغير المهتز. وطبعا هو إذا كان لديه في داخله مشاعر، فالمشاعر الوحيدة اللي موجودة في داخله كيف أتمسك بهذا الذي تحتي. يعني هذا كل من كل ما يحدث في العالم هو لم يجذب انتباهها إلا تصريح ملك الأردن الذي قال أن وزارة عبد المهدي استقالتها كانت خسارة أو أخرتنا أو إلى آخره. كل ما في كل العالم بالنسبة له يختصر في قضية بقاء على الكرسي. هذا كأنه يحلم بأن يسمى من جديد الآن. لا هو طرح نفسه وذهب إلى كردستان لكي يساوم على الموضوع، ويعني يعتقد فعلا أنه هو أصبحت لديه فرصة. وللأسف الشديد كان مقتل قاسم سليماني هي الكارثة التي حلت علينا وجعلت مثل هؤلاء الناس يحلمون بالبقاء على الكرسي. أنا لا أعتقد طبعا لديه فرصة من أي نوع لأنه مقتدى على. طيب سأتابع معك في هذا. نعم. وفي السيناريوهات الحكومية والأسماء المطروحة. نعم. الآن مع انتهاء مهلة المتظاهرين والثوار، اسمح لي نشرك معنا عبر الهاتف الأمين العام لمجلس العشائر العربية الشيخ ثائر البياتي. نعم. شيخ ثائر أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك المشاهدين. حياك الله. يكون اللقاء البلد. طيب شيخ ثائر اسمح لي، الصوت غير واضح الآن، تسمعني بشكل جيد؟ أسمعك واضح. طيب للأسف في مشكلة بالصوت من المصدر، سنعاود الاتصال بك شيخ ثائر لو سمحت لنا حتى نسمعك بشكل أفضل ونستفيد من وجودك معنا. دكتور ناصر الآن بالنسبة للسيناريوهات المطروحة في أسماء متداولة في تسريبات، كان على أساس الليلة يتم الإعلان عن الرئيس المكلف رغم أنه في خرق دستوري واضح للمادة 76 بالنسبة للمهل لتسمية رئيس الوزراء. بالنسبة للخرق الدستوري شو في قيمة لهذا الموضوع وللدستور الحالي؟
كانوا في تلاعب بالدستور. لا طبعا الحقيقه احنا في كل انتخابات تحدث يحدث فيها هذا الخرق، لانه يعني كما تعرف حضرتك وحضرتك متابع للشان العراقي، لم يحدث ابدا ان اسفرت انتخابات عن فوز كتله بشكل واضح وتسلمها رئاسه الوزراء فورا ضمن المهله الدستوريه. في كل انتخابات كانت المهله الدستوريه تمطط وتعرض حسب الحاجه وحسب الى اخره، وتستمر حتى لبضع اشهر طوال يعني قبل تسمية رئيس وزراء. فالأمر هنا لا يختلف، هم عندما يعني هذه مشهورة عن الطبقة السياسية الحقيقة، تتنابز وتتشاتم بموضوع الدستور، كل يشتم الكل ويتهمه بخرق الدستور، وأنت خرقت الدستور وأنت خرقت الدستور. وبالتالي هو الدستور الذي صنعوه هم حقيقة في 2005 هو عبارة عن اللباس المطاط الذي يلبسه الجميع حين الحاجة، ينزعوه حين الحاجة، يهملوه، يتمسكون به. فبالتأكيد الخرق الدستوري ليس جديدا على هذه الطبقة السياسية للدستور الذين هم صنعوه. يعني يا ليت هو الدستور صنع الشعب فعلا حتى يدافع عنه. الحقيقة أنا شخصيا لا أشعر بأنه أنا ملزم بهذا الدستور كعراقي، ولا أعتقد بأن العراقيين يشعرون بهذه الأهمية تجاه دستور ما يسمى بالدستور العراقي الآن. لكن اللافت الآن هو أنه هناك حقيقة أصبح نوع من العجلة في داخل الأوساط الطبقة لحسم ملف رئيس الوزراء. لماذا؟ طبعا سابقا قبل حدوث قضية أزمة قاسم سليماني والمهندس، طبعا كانت هناك رغبة بحل هذه الإشكالية أيضا، خصوصا بعد ما قدم عادل استقالته، فأصبح لزاما أن يكون هناك شخص آخر. وكانت الأزمة في من سيأتي ويحظى بقبول الشارع، يعني كانت هذه هي الأزمة الأساسية التي تقض مضاجع الطبقة ومضاجع طهران على حد سواء. يعني كانت القضية، وفي البداية طرحت الحشد الشعبي أو أحد قادتها، وأنا أعتقد كان المرشح هو هادي العامري، ثم أعتقد هم أقنعوا المرجعية بضرورة يعني عفوا أقنعوا طهران بضرورة التراجع عن هذا الترشيح لأنه الشارع لا يتحمل. وكلما طرح اسم، وحضرتك تذكر، كان يحترق في سوح الانتفاضة. يعني تداول الأسماء الآن تداول حقيقي أم للحرق؟ لا، أنا أعتقد أنه هناك رغبة حقيقية في الوصول لإسم الآن، وهذه الرغبة مصدرها طهران بالأساس. كما تذكر حضرتك عندما صدر القرار عن مجلس النواب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، احتجت أمريكا بأنه الحكومة الحالية ليس لها حق بحث هذا الموضوع لأنها حكومة تصريف أعمال ولأنها حكومة مؤقتة، فبالتالي هذا القرار ناقص أو منتقص في شرعيته كدستوريا وقانونيا وإلى آخره. طهران تريد غلق المنافذ أو الأبواب التي يمكن أن تشكك في شرعية هذا القرار، تريد حكومة مكلفة بشكل حقيقي خلافا أو يعني تخلف حكومة عداء عبد المهدي، تريد برلمان ذو أغلبية مريحة وليس كالبرلمان السابق. لهذا أنا أعتقد طهران تضغط الآن في سبيل إيجاد اسم، أي اسم من الطبقة السياسية لكي يمنح الشرعية لهذا القرار الصادر عن مجلس النواب قبل أيام عديدة في موضوع الوجود الأمريكي. لأن طهران كما أعتقد وكما قلت سابقا وكما توضح على لسان الجميع بما فيهم خامنئي نفسه، هدفها القادم هو إنهاء الوجود الأمريكي في العراق وربما في لبنان أيضا أو في مناطق أخرى في المنطقة. فبالتالي هذا لن يتحقق إلا بمجيء حكومة الآن. المشكلة أنه الأسماء التي طرحت، أنا أعتقد وقلت لك أخي العزيز قبل البرنامج، أنه هي تشبه قضية المناقصات عندنا بالعراق ويمكن في مكانات أخرى في العالم. عادة يكون عندك هناك مصطفى الكاظمي وعلي الشكري ومحمد توفيق علاوي. سأتي إلى هذه الأسماء، لكن عاد إلينا الشيخ ثائر البياتي، نرحب به من جديد. تسمعني الآن شيخ ثائر؟ أهلا بك من جديد. نعم أسمعك. عاد زخم التظاهرات إلى العراق، ولكن للأسف عاد أيضا القتل بحق المتظاهرين. من تحملون مسؤولية استهداف المتظاهرين، منهم الناشط عباس الكوخي بطلق ناري أصيب في عنقه بطريقة مباشرة؟ شيخ ثائر، من يتحمل بنظركم مسؤولية هذا القتل الذي عاد بحق المتظاهرين؟ نعم أخي كريم، إذا أريد نحمل المسؤولية لازم نحملها على شكلية. الشكل الأول اللي هي المسؤولية المباشرة بالقتل، وهذه نحملها للحكومة العراقية وكل الأحزاب والميليشيات اللي موجودة بالسلطة.
اما الشق الثاني نحمل المسؤوليه للامم المتحده والعالم كله اجمع وعلى راسهم امريكا والولايات المتحده الامريكيه، كون انه العالم كله يتفرج على العراقيين منذ 3 أشهر واكثر بالقتل المستمر بهم، وهو بلغ عندنا عدد الشهداء اليوم 396 شهيد. 396 شهيد، هذه الارقام مثبته رسميا. وعدد الجرحى، عدد الجرحى تجاوز 25,000 جريح. وعدد المعوقين عندنا 6,000 معوق، اي مجموع المقتولين والشهداء بلغ اكثر من 31,600 تقريبا 31,700. هذه الاعداد اعداد وارقام مفزعه ومهوله حقيقه شيخ ثائر. نعم، هذه الاعداد اخي الكريم، والقتل والقمع والاضطهاد، وامام العالم اجمع لم نسمع صوت لا من الدول العربيه ولا من الدول الغربيه ان توقف ممارسات الحكومه الايرانيه المتواجده في بغداد. اليوم هذه الحكومه وفق ما جاء على لسان الولي الفقيه ووفق ما جاء على لسان السفير الايراني الحاكم بامر الولي الفقيه للعراق انه طلب خروج القوات الامريكيه، وانه هذه المظاهرات هي ضد النفوذ الايراني واعتبروهم عدو، بل كانوا التهم لهم وبدت الاعتقالات والخطف والاخفاء القسري من قبل هذه الميليشيات اللي من ضمن الحكومه ومن ضمن السلطه ومن ضمن الدوائر الامنيه مشاركه بشكل مباشر. الاحزاب اليوم ومماطلات الاحزاب باختيار رئيس وزراء واستبدال عادل عبد المهدي اللي هو الرجل الايراني في العراق نيابه عن ما تم اقراره في الانتخابات السابقه المزوره من قبل قاسم سليماني المقبور قاسم سليماني. وهذه الكارثه الكبرى، اليوم احنا امام كيانين في داخل العراق، كيان الشعب العراقي اللي يريد وطن، يبحث عن وطن، وهتافات كلها باتجاه انه نحن نريد وطن، نريد استعاده وطننا من النفوذ الايراني والغربي والاجنبي اللي متواجد على ارض العراق. طيب شيخ ثائر، هناك مهله اعطاها الثوار للسلطه ولم يكن هناك استجابه، بينما هناك الان تداول لاسماء منها مصطفى الكاظمي وعلي الشكري ومحمد توفيق علاوي، كيف تنظرون الى هذه المداولات لهذه الاسماء؟ يعني اولا هذه الاسماء هي من ضمن المنظومه السياسيه، وبالنسبه الى علاوي قبل فتره كان في امريكا والتقى مع مجموعة من الطائفة الشيعية اللي موجودة في أمريكا والمقربة من الحكومة، وتم تداول قبوله من قبل الأحزاب بالاتفاق مع هؤلاء التجار أو هؤلاء العملاء اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى كان اللقاء في مكتبة ولم يكن لقاء على مستوى أنه في مؤتمر أو ما شابه. وعلاوي الرجل أضعف ما يكون، وهو استلم منصبين في حكومة علاوي وزير الاتصالات في حكومة المالكي هم كذلك وزير الاتصالات. يعني مرفوض الرجل بالنسبة لكم؟ وهذا الأشخاص ثلاثة هم مرفوضين، كون الثلاثة لهم ارتباطات مع الأجندة الإيرانية وهم من الفاسدين اللي موجودين وعليهم ملفات فساد. يعني الكاظمي الرجل المخابرات، الرجل يعني حتى هناك شبهات بموضوع تولي إدارة المخابرات، كيف تولى إدارة المخابرات وعن اي طريق ومن اين اتت التسكيه بتولي منصب المخابرات مدير المخابرات. اما علي الشكري فهو رجل حزب، يعني رجل التيار الصدري وانقلب على التيار الصدري واصبح النوب مستشار عند رئيس الجمهوريه، وكان صاحب حقيبه وزاريه كذلك وعضو بالبرلمان، ومن ضمن ملفات الفساد اللي موجوده عليه في لجنه هيئه النزاهه. والكل اليوم الخطاب الشعب والتفاعل التصعيد اللي حدث من ليله امس والى هذا اليوم بعد انتهاء المهله اللي اعطوها الثوار للحكومه لانهاء هذا الوضع الماساوي، التصعيد تم بشكل ممنهج وبشكل سلمي، ومن حق المتظاهرين ان يقطعون الطرق باي وسيله كانت، وسائل سلميه باجسادهم ام باحراق الاطارات، وهذه ما قرر كل الاعراف الدوليه بحق التظاهر. يعني بتقديركم شيخ ثائر، إذا ما تمت تسمية محمد توفيق علاوي سيتفجر الغضب أو سيزداد غضب الثوار أكثر؟ بل ستزيد أكثر وتحرق الأخضر واليابس. هذا التعنت من قبل الأحزاب ومن قبل الساسة، ساسة السلطة في الدولة العراقية بالاستهانة بما يحدث في داخل العراق، وهذه الدماء التي سالت من اجل اعاده واستعاده وطن،
نشاهد اليوم كيف يبتهنون بكل هذه الدماء وبمقدرات البلد ويعودون بنا الى يعني الى موضوع المحاصصه واليات تقسيم ضبينتهم. لكن في المقابل شيخ ثائر، ربما اركان السلطه تحتاج بان مطالب المتظاهرين عامه، حديث عام عن اصلاحات وغير ذلك. هل لديكم مقترحات محدده مثلا كعشائر عربيه، لديكم اسم محدد تقترحونه لتشكيل حكومه؟ كان المفروض من السيد رئيس الجمهورية ووفق مطالب المتظاهرين بأن يحل البرلمان ويذهب إلى حكومة انتقالية برئاسته أو من يختاره هو وفق ما تم إقراره من قبل المتظاهرين بشروط قبول رئيس الوزراء لمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر أو 9 أشهر أو 3 أشهر حدد وفق الاتفاق، ومن صلاحيات رئيس الجمهورية أن يحل هذا البرلمان الإيراني الموجود حاليا في بغداد، هذا البرلمان الذي كشف عن وجهه بهتافاته للسليماني بعد مقتل سليماني ولعى الى ايران واستلام التعليمات من قبل ايران. كان المفروض برئيس الجمهوريه وهو حامي الدستور كما يقولون وفق الدستور اللي موجود والقانون ان يحل البرلمان ويذهب الى انتخاب هيئه رئاسيه او انتخاب رئيس وزراء مؤقت مع حكومه مصغره لتصريف اعمال يوميه فقط. اما ابقاء طيب خلينا اختم معك اذا شيخ ثائر، في ظل إصرار الثوار وتعنت أهل السلطة، يبدو أنه ما في حل في يعني المدى المنظور على الأقل. الحل في العراق ما ممكن أن يتم عن طريق العراق فقط، الحل في العراق أصبحت القوة في داخل العراق. المتظاهرين لا يريدون أن تتحول مظاهراتهم إلى مظاهرات مسلحة وباقين على سلميتهم، والحكومة باقية متعنتة بالقتل والتسويف والمماطلة، وهذا الحل يجب أن يشمل حل شامل لكل العراق وتدخل دولي. مشكلة العراق أخي الكريم مشكلة بدأت دولية باحتلال القوات الأمريكية للعراق بقرار غاشم من قبل الولايات المتحدة وبدون موافقات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وهذه تتحملها الولايات المتحدة على كل ما جرى. وفي دعوة لمليونية الجمعة شيخ ثائر، في دعوة لمليونية ضد التواجد الأمريكي، تؤيدون هذه الدعوة؟ يعني هذه الدعوه ورساله السيد مقتدى الصدر بالاخص للمحافظات السنيه المعتدلين كما سماه هو في خطابه، احنا رفضناها وارسلنا رساله بهذا واصدرنا بيانات بهذا الشان انه هذه الدعوه هي غير حقيقيه ودعوه باطله، بل هي دعوه لتنفيذ رؤى سيقولون لكم اذا انتم مع بقاء القوات الامريكيه والاحتلال الامريكي في العراق. هل يوم العراق نحتاج الى قوه دوليه حقيقيه متواجده؟ يجب ان ينهاء النفوذ الايراني ويجب تعديل مسار العمليه السياسيه، والاهم من هذه اذا كان السيد مقتدى الصدر يبحث عن مليونيه متظاهرين يوم الجمعه القادم، البرلمان والحكومه اقرت وهو جزء من الحكومه ومشارك بالبرلمان ب 54 نائب، كان المفروض ان ينتظر ما ستعود اليه المفاوضات مع الحكومه من اجل اخراج القوات الامريكيه، وليس الدعوه الى مظاهرات، الدعوه الى مظاهرات هي لقمع المتظاهرين السلميين وقمع المتظاهرين اللي موجودين صار لهم 3 أشهر والتسويف لمطالبهم والالتفاف على مطالبهم بهذه المظاهرات التي نتخوف ان تكون هناك صدامات، وهي موجهه حتى من قبل الحكومه بتخصيص اليات وسيارات نقل للمتظاهرين ونقل الميليشيات من بقيه المحافظات. هذه المظاهره المليونيه اللي يدعي عليها الصدر هي مظاهرات الميليشيات المواليه لايران والولائيه اللي موجوده في العراق لقمع والالتفاف على مظاهرات التحرير ومظاهرات بقيه المحافظات، وستفشل هذه المظاهره باذن الله لان كون المتظاهرين اوعى واذكى مما يخطط له في طهران، ونددوا بهذه الدعوه بل اطلقوا هتافات كي يعني بالعراقي شلون تريد نصدق بيك وانت تغرد من ايران، يعني الرجل قاعد في ايران نعم يريد ان يصدق ويخرج مظاهرات وهو يجلس في قوم طهران ويتلقى هناك. واضح شيخ ثائر في دعوه ان يحضر الى العراق ويرفع شعار كلا لامريكا وكلا لايران، يلا لكل شكرا جزيلا لوجودك معنا الأمين العام لمجلس العشائر العربية ثائر البياتي. نقاط مهمة ذكرها الشيخ ثائر وعديدة ستعقب عليها بعد الفاصل لو سمحت لي دكتور ناصر دريد. مشاهدين الكرام فاصل ثم نواصل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من الاستديو التاسعة مع ضيفنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور ناصر الدريد. دكتور ناصر، بحسب شيخ ثائر البياتي قبل الفاصل الأسماء المطروحة حاليا مرفوضة من قبل مجلس العشائر العربية، وإذا مضت السلطة بتسمية أحد الأسماء المتداولة ربما يكون محمد توفيق علاوي لا ندري أو علي الشكري، فسيتفجر الشارع أكثر مما هو عليه الآن. يعني يجب أن نضع في نظر الاعتبار أن هناك رغبة في وأد الانتفاضة، فالوأد الانتفاضة أو خطة قتل الانتفاضة تمر عبر مرحلتين أو عبر خطوتين. الخطوة الأولى تسمية رئيس وزراء بغض النظر عن رأي الانتفاضة أو رأي الشارع، شخص يكون مسؤول أمام الطبقة التي انتخبته وطهران التي اختارته أو وافقت عليه، فهذا الشخص غير ملزم بأي شيء أمام الشارع ويكون قادر على استكمال مسلسل القمع اللي بدأ عادل المهدي. الخطوة الثانية ستكون الجمعة القادمة في ما يسمى المليونية. وخبرت أنه في سباق. نعم، السباق الآن كما قلت لك في داخل النظام على عملية الوأد. طهران تريد حسم ملف العراق الآن ليس فقط للحفاظ على النظام كما هو كما كانت عليه الحال قبل مقتل قاسم سليماني، وإنما لإتمام استراتيجيتها بإخراج الولايات المتحدة نهائيا من العراق واستكمال احتلالها لكل العراق. ليس بعد الآن مسموح أن يبقى هناك شيء مشترك بينها وبين أمريكا في العراق، هي لوحدها ستحتل العراق بأكمله، واللي ما يعجبه يطخ راسه بالحيط. هذا بهذا الشكل ستكون الشعار الإيراني في المرحلة. علاوي مناسب لهيك برنامج؟ محمد توفيق طبعا مش إياد. طبعا هو محمد توفيق علاوي الحقيقة كاسم طرح قبل قضية قاسم سليماني لمحاولة استدرار عطف الناس أو لتأييد الناس أو إلى آخره. الاسم الرجل كان وزير في مرحلة سابقة قديمة، اتصالات مع نور المالكي. نعم، كان مع نور المالكي في الفترة الأولى، ثم بعد أن استحكمت نور المالكي سيطرته وديكتاتوريته وإلى آخره خرج، ومنذ ذلك الحين هو ينتقد النظام، ينتقد بقوة، يظهر قصص معينة على النزاهة، أصبحت له شعبية معينة في بعض التواصل، لكن الشارع حكم عليه مسبقا بأنه لا، مدام طرحت من قبل نفس الطبقة السياسية إذن أنت متفق معاهم مرتبط معاهم إلى آخره، إذن الشرط لا. الكاظمي الحقيقة أنا أعتقد أنها نوع من محاولة استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية بطرح مرشح لهم، لكن أنا لا أعتقد أبدا أن له فرصة حقيقية. مصطفى الكاظمي؟ مصطفى الكاظمي رئيس الاستخبارات كأنه كان هو. نعم، رئيس المخابرات العراقية، وأعتقد ما زال، يعني لما أكون مخطئ. محسوب على مين؟ على الولايات المتحدة الأمريكية أنا لا أعتقده، وهو يمثل مرحلة العلاقة الأمريكية الإيرانية في داخل العراق. يعني فإذا تذكر حضرتك احنا استفضنا بالحديث عن المنطقة الرمادية، مصطفى الكاظمي هو أبرز ممثلي المرحلة الرمادية هذه أو المنطقة الرمادية في العراق اللي آن الأوان أن تنتهي. لهذا أنا أعتقد طرح اسمه قد يشكل صلة وصل بين الطرفين إذن. يعني هذا اللي يعتقد، واللي أنا لا أعتقد بسبب هذا الأمر أن له فرصة حقيقية. يعني إيران لا تريد في المرحلة القادمة بعد مرحلة سليماني ما في هذا الكلام. اللي أعتقده أنه علي شكري يملك فرص أفضل من البقية في داخل السلطة، أنه علي شكري هو مقرب من مقتدى أكثر من غيره، والآن مقتدى هو الذي يقود الجهد الإيراني بأكمله بعد مقتل قاسم سليماني، هو الذي يقود كل الجهد الإيراني وهو المعول عليه الحقيقة الآن في تحطيم الانتفاضة، مع أنه يتصدر الآن محاولة الظهور ب صورة الوطني العراقي الذي يريد استقلال وسيادة العراق بعيدا عن أي هو هذا احتلال الشعار. نعم، في دعوة مليونية للجمعة. بالضبط، وهذه المليونية ما كان يجرؤ أحد من أتباع إيران وذيولها على الدعوة أو مجرد التفكير فيها قبل مقتل قاسم سليماني. بفضل وجود الصدر في هذا الموضوع ودعوته هو، يرجح أنه الخميس القادم أو الجمعة القادمة عفوا ستكون مناسبة لتجمع كل الذيول والقتلة التابعين لإيران الذين أوغلوا أو أولغوا في دماء شعبنا خلال 3 أشهر الماضية، لكي يتجمعوا في الساحة الآن خلف راية مقتدى، تحت راية مقتدى للأسف الشديد طبعا، وتحت شعار براق، تحت شعار أمريكا برا، وتحت شعار نصرة المقاومة، وتحت شعار الممانعة، وكل الشعارات البائسة التي كان مقتدى يقف على الحياد في هذا الموضوع خد عين هنا وهناك، الآن انزاح بالكامل للطرف الآخر. طبعا للأمانة أقول أنه مقتدى، كأني فهمت من الشيخ ثائر أنه هذه محاولة للسيطرة على الشارع. بالضبط، محاولة لوأد الانتفاضة. يعني الانتفاضة عندها سيناريوهين، أما أن
تجلس في بيوتها يوم الجمعة القادم، فتح يحتل الذيول الساحات ويبقون فيها لن يتركوها. وأما أن تنزل انتفاضة في الجمعة القادمة فيصطدم بهم هؤلاء وتصبح الكارثة. بس دكتور عفوا، إذا حكينا عن احتلال الساحات من قبل عشرات الآلاف ليسوا بذيول، هذا جزء من الشعب العراقي. هؤلاء لم يكونوا بهذا العدد اللي ذكرته قبل أن ينضم الصدرين إليهم، إلا إذا وقعت المفاجأة وفشلت المليونية أو تراجعت. يعني مقتدى قال في تغريدة له قرأتها قبل فترة، يمكن أمس أو اليوم لا أذكر، قال فيها نحن سنتظاهر في أماكن أخرى بعيدة عن أماكن المتظاهرين. يعني أفترض أنا إذا كان يعني بذلك ما يقول سيبتعد عن ساحة التحرير والخلاني والسنك، وسيبتعد عن المناطق المحيطة بالجسور، وسيبتعد عن كل هذا. إذا افترضنا هذا الكلام صحيح، أين سيذهب بالمظاهرة؟ لا أعرف، ربما بالكرخ، جهة الكرخ ربما. لكن إذا أنا أفهم كيف تفكر طهران ويفكر ذيولها، أقول بأن هذه جاءت رايحين على ساحة التحرير المناسبة لذبح الانتفاضة. كيف يتركوها؟ مستحيل. لهذا لا مناص إلا أن يتراجع مقتدى عن المليونية كلها، أو يذهب إلى طريقة معقول يروح على ساحة التحرير. بالتأكيد، يعني وضع نفسك أنت مكان هادي العامري أو الخزعلي أو أي من هؤلاء المجرمين، وقل لنفسك أنا جاءت لي الفرصة لكي أذبح عدوي، لكني لن أذبحه لأنه مقتدى سيزعل. يعني ما يعني هذا كلام غير منطقي بالتأكيد. يعني ومقتدى اتهم المتظاهرين والمنتفضين بالانحراف إذا لم يوافقوه على رأيه في الدعوة إلى طرد أمريكا والانصطفاف مع المقاومة والممانعة وإلى آخره، بالرغم من أنه الانتفاضة من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة تقول لا لأمريكا لا لإيران بكل وضوح، لكن هو يريد أن يجر البلد بأكمله تحت راية إيران لمجرد أن قاسم سليماني قتل. فهذه كارثة كبيرة ومحنة كبيرة نحن مقبلون عليها الجمعة القادمة. في واحد من الخلفاء المسلمين اللي معروف عنه الدهاء، يعني فسأله ابنه، لا يقدر أذكر اسمه، سأله ابنه قال له ماذا أفعل في هذه الحالة في هذا الشخص؟ يعني قال له يعني هذا الشخص إذا طلع لك فأرجو أن يكفيك إياه الله كما أكفاني أبوه. يعني حتى داهية العرب ما عنده جواب لهذا الموضوع. أنا أقول يعني أرجو أن يكفينا الله ما سيحدث الجمعة القادمة، لأني أنا شخصياً لا أستطيع حتى أن أقدم فكرة أو نصح لهذا الموضوع. اجلسوا في بيوتكم نخسر، ننزل للشارع نخسر. خلينا نشارك معنا الدكتور طه اللهيبي البرلمان العراقي السابق. دكتور طه أهلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله يا مرحبا. تبدو الأمور ما زالت معقدة دكتور طه مع إصرار السلطة في العراق على المضي بأسماء مرفوضة كما يبدو من الشارع. ما هي آخر المعلومات التي رشحت إليك حول ما يجري من تسريبات من تداول أسماء، منها محمد توفيق علاوي وعلي الشكري ومصطفى الكاظمي؟ هل بتقديرك ستمضي السلطة بتسمية شخصية مستفزة للشارع وللثوار؟ الحمد لله، تحية لك وللضيف الكريم للأخوة المشاهدين. حياك. حقيقة هذه الأسماء هي الثلاث آخر ما تم الكلام عنه. أنا أعتقد الأقرب هو محمد توفيق علاوي، لكن لو كنت بمكانه لابتعدت عن هذا الرجل. لديه معلومات لكن لا يصلح، لأن كان زميلي في البرلمان وطول فترة البرلمان لم يفتح فمه بكلمة واحدة. شخص عندك تجربة شخصية يعني معاه للسيد محمد توفيق علاوي؟ كان معي في البرلمان، خبرته عن قرب، يعني في زمالة. أيوة، من النوع الذي لا يحب أن يصادم أحدا، وإذا أتى الكلام له يعني يتكلمه بغير حقيقة. رجل ارستقراطي لا ينفع أن يتعامل مع هذا الميليشيات والحشد. أنا لا أنتقص منه، لكن طبيعة شخصيته لا تنفع لمثل هذا الضرب. يعني لكن البعض يصفه بالمستقل دكتور طه، هل هو مستقل بالفعل؟ هو لا يوجد حقيقة في العراق شيء اسمه بالضبط مستقل، بمعنى هو ابن عم الدكتور اياد علاوي، وفي كل مرة يعطى منصبا اكراما لدكتور اياد علاوي. دكتور اياد علاوي غير مستقل، وعليه الاستقلال بمعنى المستقل يعني صعب. لكن المقصود اليوم اصبح المصطلح، طب دكتور، انه مستقل المقصود فيه شو هي اللعبه الجاريه حاليا؟ الاحزاب المعروفه.
يعني الأحزاب المعروفة الموالية لإيران المقصود بمستقل أن يأتي شخص بعيدا عن هذه الأحزاب. شو اللعبة الجارية دكتور؟ شو اللعبة الجارية حاليا من خلال تداول هذه الأسماء؟ لاستفزاز المتظاهرين أكثر أم ماذا؟ لا لا ليس استفزاز، وإنما إيران تضغط. يعني أنا سمعت جزءا من كلام الأخ فيما يخص السيد مقتدى الصدر دكتور ناصر دريد. نعم مقتدى الصدر الرجل يعني مثلا على سبيل المثال عليه ضغوط من إيران يعني كثيرة، أضف إلى ذلك أنه كل هؤلاء الذين يحملون العمائم عندما يشعرون أنه ممكن تذهب عنهم هذه الحالة أو يذهب الحكم، يعني نجد أول من أرجع الإجرام لجيش المهدي هو السيد مقتدى الصدر. يعني من الذي قتل أهلنا في بغداد وعمل الحرب الطائفية ولم يسلم منها حتى الفلسطيني الذي في بغداد بحجة أنه سني قتل؟ واضح دكتور طه، دكتور طه السيد مقتدى. دكتور واضح بأنه ضيفنا هنا الدكتور ناصر درايد متخوف جدا من يوم الجمعة وهذه الدعوة من قبل مقتدى الصدر لمليونية تحت شعار طرد القوات الأمريكية، متوجس جدا الدكتور ناصر، وكأنه في اتهام لمقتدى الصدر بأنه يحاول وأدى الانتفاضة. أعتقد لا يستطيع السيد مقتدى. أنا سمعت كلام الأخ الدكتور ناصر، لأنه مقتدى عرف اليوم اللعبة ليس بهذه السهولة، وعندما يعني مقتل قاسم سليماني حقيقة بعث رسائل مهمة لهؤلاء، لكنهم يحاولون في ما يستطيعون على أمل أن يعملون على الأقل توازن معين مع المتظاهرين. اليوم أيضا السيد رئيس الجمهورية والكتل السياسية تحاول أن تأتي بشخص لا يكون 100% من المتظاهرين، لأنها تعتقد أنها ستخسر كثيرا، فتحاول أن تأتي بشخص يرضي المتظاهرين لكن أيضا يكون يعني مقبول من قبل هذه الكتل. ولذلك لا السيد مقتدى الصدر أعتقد ولا كل الكتل تستطيع اليوم أن تأتي بشخصية يعني 100% لها، لأنه وبالتالي لوين رايحين دكتور طه؟ في وضع الصدام المتظاهرين بدأوا يصعدون التصعيد كثيرا، اليوم 6 شهداء لحد الآن، نسأل الله أن يتقبلهم، أكثر من 50 جريح نسأل الله لهم الشفاء العادل. أنا بتقديري أنه حتى إيران نفسها اليوم مرتبكة وتصعد في موضوع الاتفاق النووي، لا تعرف ماذا تفعل، هناك تخبط في القرارات السياسية، نجد وزير الخارجية مثلا يتكلم بطريقة والناطق باسم الخارجية يتكلم بطريقة مغايرة، الوضع كله حقيقة مرتبك. ولذلك هذا لا يخم جماعة إيران أن يصعدوا أكثر مما يجب. بالتالي لوين رايحين دكتور طه بتقديرك سريعا لو تكرمت؟ أنا في تقديري أنه وضع العراق يعني سيذهب إلى الصدام، لأنه لا المتظاهرين يقبلون بالمرشحين، يعني هؤلاء يمكن محمد توفيق علاوي يعتقدون يعني شوي الأقرب من الآخرين، لكن بنفس الوقت كان شعارهم أنه أي وزير ما مقبول، وجماعة إيران طبعا يعتبروها هذه معركة وجود. ولذلك أنا أعتقد أنه الأمور في العراق يعني تسير إلى الصدام، ونسأل الله أن لا يحدث. ومن هو رئيس الوزراء العراقي القادم؟ دكتور طه لا احد يستطيع حقيقه يعني ان يجزم، قد يكلف. شكرا. السيد علاوي يعني صاحب الحظ الاوفر، لكن هل هذا سينهي المظاهرات؟ وهنا السؤال، ليس المهم التكليف لكن هل المتظاهرين سيقبلون ويعودون ام سيبقى التصعيد؟ وانا اعتقد كما قلت انه السيد محمد توفيق علاوي هو مو الشخص حقيقة المناسب بتركيز. واضح دكتور. التي أنا أعرفها في هذا. شكرا جزيلا لوجودك مع البرلمان العراقي السابق دكتور طه اللهيبي، أهلا ومرحبا بك دائما في الاستديو 9. دكتور ناصر، ماذا لو جاءوا بعلي الشكري وراضوا بالتالي مقتدى الصدر، لأنه كما فهمت منك مقرب منه، وألغى الدعوة لمليونية الجمعة السيد مقتدى؟ يعني هذا أعتقد سيناريو مطروح.
يعني أشك بذلك، لأنه مقتدى يرهن موضوع، يعني هو يفكر بموضوع الوزارة كثمن لما يريده. ما يريده هو أن يؤسس جبهة ممانعة دولية وإلى آخره. مقتدى يريد أن ينتقم من أمريكا على مقتل قاسم سليماني على طريقته هو، يعني بغض النظر عن تخطيطات إيران. بالمناسبة مقتدى هو طرف متعب ومزعج للجميع، لإيران نفسها والولايات المتحدة ولكل الدنيا. يعني هو طرف لا يمكن السيطرة عليه، وليس تابعا لإيران، ليس تابعا لأمريكا. وأنا قلت لك مرة أنه العراق إنما نقسمه أربع أقسام، تابع لهذا العقل اللي هو طبعا المستقل يعني. من ناحية المستقل ومستقل الرجل، لكن هذه التخبطات الموجودة في عقله لا أحد إلا الله يعلم بها كيف تدور، يعني كيف تمشي. كما قال لك الأستاذ طه الهيبي، هو كان واحد من أساطين الذبح الطائفي في فترة معينة، ثم أصبح واحد من الوجوه الأكثر وطنية ودعوة للا طائفية، ثم كان أكثر الناس المعتدلين ضد النفوذ الإيراني بشكل غير معلن، ثم الآن ينسلح بالكامل مع النفوذ الإيراني. يعني مشكلة هذا الرجل هي مشكلة كبيرة. لهذا ظهرت سيناريوهات قبل فترة ترجح موضوع اغتيال مقتدى على يد إيران نفسها وإلصاق التهمة بالأمريكان في هذه المرحلة. عموما أنا أقول بأنه كلام الأستاذ سيناريو خطير على كل حال جدا لو تحقق، بس يعني هذه فكرة غير موجودة الآن. أعتقد أنا أعتقد الأستاذ تجربة صادقة الهيبي في تحديد نقاط ضعف توفيق علاوي أنا لم أكن أعرفها. يعني لماذا توفيق علاوي؟ لماذا طرح بهذا الشكل؟ الرجل منتقد حتى يكون ديكور صورة يعني بالضبط، منتقد قوي وإلى آخره. بس يبدو أنه عملية الانتقاد هذه المشهورة عنها كانت بعد خروجها من العملية السياسية. في داخل العملية السياسية ولم ينطق بكلمة، بالتالي هو يعني بيرفكت، هو مناسب تماما لهذا المنصب الآن. احكي بيحكي، ما تحكي ما بيحكي. عادل عبد المهدي آخر يعني يظهر هذا، فبالتالي هذا ما يجعل ربما سوقه واعدة في هذه المرحلة. لكن أنا أعتقد بأن طهران تريد أن ترضي مقتدى الآن. يعني هل مقتدى مهم لديه أن يكون أحد أتباع، علما أنه مقتدى اشترط أن يكون الحشد الشعبي تحت سيادة يعني سيطرته بشكل مباشر كمؤسسة، وأعطي له المنصب ضمن التسوية التي حدثت في قم بمعية حسن نصر الله اللي تسربت أخبارها واللي أدت إلى إعلان قم الأخير حول المليونية وإلى آخره. فبالتالي هناك مين بديل أبو مهدي المهندس حاليا؟ رسميا لم يعين أحد يعني، لكن أعتقد ظهر اسم سيعين أعتقد من قبل التيار الصدري كبديل للمهندس. يعني فياض يبقى في منصبه اللي هو منصب شكلي، ومن يدير الأمور هو شخص آخر من التيار الصدري هذه المرة. فمقتدى مهم جدا أن يرضى في هذه الفترة، لأنه يقوم بجهد محموم وكبير لا يحلم أحد من أتباع إيران أن يقوم به بالعراق، يقوم به الآن مقتدى. فبالتالي أنا أعتقد أنه مقتدى بدك تشوف إذا رح يستجيب الشارع لسيد مقتدى ودعواته وأفكاره في هذه المرحلة. قطاع مقتدى الصدر، القطاع الذي يتبع مقتدى الصدر يقول له اذهب يسار يذهب يسار، اذهب يمين يذهب، وهؤلاء ليسوا عددهم قليل. يعني كما قلت أنت قبل عشرات الألوف، نعم ممكن أن يكونوا عشرات الألوف موجودين. هؤلاء هم فقط من يخيف، هؤلاء من يخيف، لأنه بالنتيجة عندما يتم الاصطدام بهم يحدث سيناريوهات الحرب الأهلية. الباقين كلهم لا وزن لهم، لا وزن لهم إلا بمقدار ما تدعمهم إيران. كل الميليشيات الأخرى بما فيها بدر والعصائب وكل هذا أحرقوا أحزابهم علنا في مناطقهم، لكن جماعة صدر لديهم وجود، للأسف الشديد لديهم وجود على الأرض، يجب الاعتراف بهذا. لهذا كنا نسعى ونحلم قبل قتل قاسم سليماني أن ندفع مقتدى باتجاهنا، وكنا على وشك. دعني أسرب لك الآن خبر، نحن كقوى مدنية كنا نفكر جديا أنا وبعض الأخوة أن نقدم رسالة مفتوحة إلى مقتدى ندعوه فيها إلى إعلان موقف صريح من النفوذ الإيراني قبل قتل قاسم سليماني، وكنا نرتب الأمور وكنا تعولون على ماذا سريعا في هذا؟ الآن لا أصبحت لا أعول إلا على لا بس كنتم ربي. تعولون أن تستميلوه إلى صفة المتظاهرين، وأن يعلن موقف صريح من النفوذ الإيراني كما أعلنه من النفوذ الأمريكي يا أخي. وبرا برا أمريكا ليست بقوة وشجاعة أن تقول الآن يا مقتدى برا برا إيران، لكن للأسف كل هذا تبخر الآن بعد مقتل قاسم سليماني وذهاب مقتدى بهذا الطريق. هل ممكن أن نعيد هذا الموضوع؟ هل ممكن أن نستعيد هذا الموضوع؟ لا يعلمه إلا الله. نذهب لتغريدة وتعليق معك دكتور ناصر. التغريدة الأولى نأخذها معكم مشاهدينا وهي هنا على الهواء الآن. لمن؟
سيف صلاح الهيتي يقول: أستاذ سيف، محمد علاوي هو الأوفر حظا كما يصلنا من تسريبات سيكلفه رئيس الجمهورية هذه الليلة، هل ستقبل به ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات؟ هل له القدرة على إرضاء جميع الأطراف؟ هل سنعبر بالعراق جميعا إلى بر الأمان؟ مخاضات الأسئلة المفتوحة والتوقعات المحرجة. واضح حتى اللحظة ما في تسمية، ربما تأجل الموضوع، ربما فقط طرح اسمه للحرق، ربما ما بنعرف شو هي الألعاب اللي عم يلعبوها. على كل حال، تغريدة التالية: الناشط شاهو القرداغي: هذه المجموعة بمجرد أن حاولوا قطع الطريق تم اعتقالهم وعرضهم كإرهابيين من قبل الأجهزة الأمنية، بينما خلال أكثر من 3 أشهر من القتل والجرائم لم تتجرأ الأجهزة الأمنية أن تكشف هوية العصابات والميليشيات القاتلة حتى الآن. لماذا وجدوا من يقطع الطرق بسهولة وعجزوا عن إيجاد من يقطع الرقاب؟ يعني سؤال في الصميم من الأستاذ شاهو. نعم، وإظهار هؤلاء الناس الذين هم جزء من الانتفاضة بمظهر المجرمين والمعترفين بجرائمهم، ومن يدري ما سيلفق لهم بأنهم عملاء لأمريكا ولإسرائيل ربما إلى آخره، يعني هذا جزء من الإساءة المستمرة للانتفاضة والجريمة المستمرة. عزة الشابندر قال في هذه التغريدة: التظاهرة المليونية المقدسة يسميها ويصفها في 24 من الشهر الحالي لطرد الشيطان الأكبر من العراق ليست غطاء ولا بديلا عن الشعور الشعب العارم بالظلم ضد أطراف تقاسم السلطة والفاسدين الذين فشلوا في إعادة بناء الدولة وإرساء قواعد الشراكة الحقيقية في إدارة الحكم. يعني لا أحد يعرف بالضبط ما هو عزة شابندر، يمسك العصا بالوسط، يقول لك تظاهرة مليونية مقدسة، ثم يقول ليست بديلا لغطاء هذه. حقيقة هذا الرجل كان دائما ماهر في وضع نفسه وقفز بين الحبال، الحفاظ على مصالحه هو الشخصية والحفاظ على نفسه في كل الأطراف والأحوال. تغريدة التالية لمنير ربيع يقول: أستاذ منير، رئيس الوزراء العراق المفترض والذي يتم العمل على تكليفه تشكيل حكومة محمد علاوي هو النسخة المطابقة لحسان دياب في بيروت، تمرير علاوي في العراق سيمرر حكومة في لبنان. نعم، المرحلة القادمة ستكون تمرير حكومة بأمر من طهران في بيروت وفي بغداد، أيا كانت الأسماء الحقيقة، هذا ما سيجرى العمل عليه في ربط بين ما يجري في بيروت وفي بغداد. بالتأكيد هناك رغبة حقيقية في طرد كل أشكال التوافق مع المنطقة الرمادية في سواء في لبنان أو في العراق، هذا قرار المرشد الأعلى ردا على قتل قاسم سليماني. بس البعض بيحكي لك هون أنه غرفة العمليات التي تدير المؤامرة في بيروت وبغداد واحدة ضد إيران، ضد في بيروت وفي يعني كل هذه المظاهرات مؤامرة على إيران، ضد المظاهرات في إيران نفسها، عملية تآمر على الانتفاضة الثلاثية، أنا سميتها الانتفاضة الثلاثية وما زلت أسميها ذلك، الانتفاضة الثلاثية ضد الآيات. لا بحكوا لك شوف التصعيد ببيروت والتصعيد ببغداد بوقت واحد. نعم، يعني اللي عم يدير واحد والأمريكان اللي عم يدير. أيوة، الموضوع وإلى آخره، وهذه نظريات المؤامرة التي يعني سقطت هذه، وكان لو كان لدينا وقت كنت شرحتك على الموضوع أكثر في موضوع الأمريكان، لأن جاءني فعلا بهذا القضية ما يثبت فعلا أنه الأمريكان ليس لهم علاقة مطلقا بالموضوع هذا، أو أنهم داعمين الدكتاتوريات بمنطقتنا كما ثبتوا وتحالفوا معهم واستفادوا منهم. نأخذ آخر تغريدة، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور ناصر دريد، أستاذ العلوم السياسية، شرفتنا كالعادة في استديو التاسعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، من استديو التاسعة استودعكم الله.